بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مجراها ومرساها. في إطار المعرض الافتراضي للكتاب الجامعي والذي انخرطت فيه كلية الآداب بكل جدية وحزم لتوضيح منظوريتها بالنسبة للمؤلف الجامعي، دخلت هذا المعرض بمجموعة من المؤلفات للتعريف بمنتوج الأطر المهتمة بالبحث العلمي في المؤسسة بالنسبة لجميع تخصصاتها وشعابها. وفي هذا الإطار فإن الجغرافيا كحق المعرفي بفضل طاقاتها البشرية المتنوعة والكفاءات العالية فهي تشارك في هذا اللقاء بثلاثة مواهب مستديرة حول ثلاثة مؤلفات جديدة. نحن نتحدث هنا عن الفترة القريبة 2019-2021، لأن الإنتاجات ما قبل ذلك إنتاجات قصيرة. نحن في هذه المائدة التي يحضر معنا فيها الأستاذة راشدة نفع المحتفى بها من خلال هذا المؤلف، الأستاذة أسماء عوينات، الأستاذ محمد أنفلوس، الأستاذ مصطفى بدري، يحضرون معنا لتقديم هذا المؤلف متعلق بالمجال التراب والمجتمع بالمغرب، تحولات، ديناميات ورهانات. هذا المؤلف الذي يجمع بين أروقته مقالات متنوعة ومختلفة، هذه المادة العلمية قدمت كإهداء وعبون للعمل والاعتراف بما قدمته الأستاذة راشدة نافع لهذه المؤسسة وللجغرافيا وللبحث العلمي وللجهة والوطن والمجتمع الكوني. إذا في هذا الإطار سنقسم العمل بين هذه المجموعة، ونبدأ أولا في منخل تقديمي عام للأستاذة أسماء كوينة، إليك الكلمة. شكرا أستاذ أزهر، السلام عليكم جميعا. في إطار معرض الافتراضي للكتاب الجامعي نتشرف اليوم بتقديم هذا المؤلف الجماعي معنون مجال التراب والمجتمع بالمغرب، تحولات، ديناميات ورهانات، وهو عبارة عن أعمال مهداة للأستاذة الفاضلة رشيدة نافع، ومن تنسيق الأساتذة الأستاذ محمد أزهر، الأستاذ عبد الحميد الفاروق، الأستاذ أسماء بعونات، والأستاذ مصطفى بدرين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية. هو مؤلف جماعي غني بالمقالات والمساهمات العلمية، وصلت 290 صفحة باللغة العربية و 396 صفحة باللغة الفرنسية، وبذلك فهو كتاب حجمه مهم، بلغ 686 صفحة، تعكس غنى وتنوع محتواه، وتعكس كذلك استجابة المساهمين فيه لتكريم مستحق للأستاذة رشيدة نافع. هو كتاب عالج أساسا الإشكاليات الجغرافية، لكن كذلك إشكاليات تاريخية، وكانت هناك كذلك مقاربات أدبية. فالشق العربي من هذا المؤلف الجماعي شمل 25 مقالا، في حين الشق الفرنسي منه وصل وبلغ 33 مقالا موزعة حسب ثلاث محاور. المحور الأول اهتم بدينامية الأوساط الطبيعية، والمحور الثاني اهتم بالتحولات المجالية ورهانات التنمية، في حين خصص المحور الثالث للسياحة والتراث والتاريخ.
المحور الأول معلم بدينامية الأوساط الطبيعية، عالج وقارب مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بطبيعة الحال الجغرافية الطبيعية، لا سيما دينامية المجالات الغابوية، تدبير المياه، الحركات الكتلية وانزلاقات التربة، نمذجة التعرية، مساهمة الجيومورفولوجيا في فهم الاستيطان البشري في مختلف الجهات وربوع المملكة، التغيرات المناخية، الحفاظ على البيئة خصوصا أمام التغيرات المناخية وظاهرة التصحر والتعمير، وكذلك تناولت المقالات دينامية الساحل. في حين المحور الثاني درس التحولات المجالية ورهانات التنمية، بحيث عالج مناحي وجوانب مختلفة للسكن الريفي، للديناميات الزراعية، للتحولات التي شهدتها المجالات الريفية، كذلك للهجرة، للتنمية الجهوية المندمجة، مرورا بالفاعل المحلي وخصوصا تمثلات التنمية الترابية، وصولا إلى الأسواق الأسبوعية الريفية ومساهمتها في التنمية المحلية، إضافة إلى دور المرأة القروية وكذلك المخاطر الصحية الحضرية، إلى جانب دينامية المراكز القروية دون إغفال الكارتوغرافية الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية. في حين كذلك خصص المحور الثالث والأخير للسياحة والتراث والتاريخ، والذي تناول وأبرز تنوع المؤهلات السياحية لمختلف جهات المملكة، مؤهلات طبيعية وثقافية، إضافة إلى مفهوم اقتصاد التراث. عالج هذا المحور كذلك جوانب مختلفة من التراث الثقافي المادي واللامادي على مر التاريخ، وتناول في الأخير بعض التيمات الأدبية التي أغلت هذا المؤلف وعكست مقاربته، يعني المعتمدة على الجغرافيا بالأساس لكن منفتحة على تخصصات أخرى في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية. عموما يمكن القول أن هذه المقالات المختلفة، سواء التي حررت باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، غطت جزءا كبيرا من المغرب بتنوعه التضاريسي، حيث شملت مقالات مناطق جبلية، هضبية، سهلية، وديان، ساحل. عكست كذلك المقالات تباين شبكته الهيدروغرافية، تنوع بطاقاته البيومناخية، تنوع غطائه النباتي الطبيعي. وهذه المقالات تناولت الإنسان رجالا ونساء، واهتمت بآثار هذا الإنسان إيجابية وسلبية في مجالات سواء الحضرية أو الريفية. إذا كل هذه المساهمات العلمية والمنجزة من طرف أساتذة باحثين مرموقين من مختلف الجامعات المغربية العمومية تكريما للأستاذة المقتدرة رشيدة نافع، أظهرت جليا الدينامية التي يشهدها المجال والتراب المغربي على وكذلك التحولات الجذرية التي شهدها سواء على مستوى أنظمته الطبيعية أو على مستوى المجتمع المغربي ككل، سواء في مجالات الحضرية أو الريفية. إذا يمكن أن نستخلص أن كل هذه التحولات والديناميات التي أبرزها هذا المؤلف الجماعي كانت مقرونة برهانات التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ونستخلص كذلك من كل هذه الأعمال المقاربة النسقية التي تأخذ بعين الاعتبار المقاربة الجغرافية في شموليتها، وكذلك النهي من المقاربة التاريخية، وتنهال كذلك من مختلف فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية إضافة لطبيعة الحال إلى الأدب. إذن هذه المقاربة النسقية هي أساسية لدراسة وتدبير كل الإشكالات المدروسة في هذا المؤلف الجماعي من أجل طبيعة الحال تنمية مستدامة لكن كذلك مندمجة. هذا المؤلف الجماعي أظهر كذلك أن اللجوء إلى المعطيات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية هو ضروري ومبحوث عنه في بلورات، في تنفيذ، في تتبع كل السياسات الترابية وخصوصا كذلك في تقييم أثرها. لخلاصة القول أن هذا المؤلف المميز هو بمثابة أرضية لمواضيع بحثية جديدة للطلبة والباحثين عموما تهم التراث والمجال والمجتمع، وستكون امتدادا لنتائج المقالات بهذا المؤلف. إذا أخيرا لختم هذا المؤلف الجماعي ذو الصبغة الجغرافية بالأساس الطبيعية والبشرية، هو كذلك عبارة عن مساهمات متعددة التخصصات ستغني لا محالة المكتبة الجامعية والبحث العلمي على المستوى الوطني، وسيساهم تطبيقيا
في مساعدة ومواكبة الفاعلين المحليين في أخذ مجموعة من قرارات التهيئة وإعداد التراب الوطني والحرص بطبيعة الحال على التنمية كما قلت قبل قليل المستدامة ولكن كذلك المندمجة. إذن نتمنى لكم قراءة ممتعة لهذا المؤلف الجماعي التكريمي للأستاذة راشدة نافع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذة أسماء على هذه الورقة التعريفية العامة للشخصية المعرفية والعلمية لهذا المؤلف. نمر إلى الأستاذ مصطفى بدرين ليحدثنا عن مجال تخصصه وما يتعلق بالجانب الطبيعي في هذا المؤلف. هذه الكلمة أستاذ. شكرا أستاذ أسهر. سعيد بمساهمتي مع زملائي في شقات الجغرافيا بتقديم هذا المؤلف الجماعي، وسعادتي تزداد نظرا لأهمية وجودة المضمون العلمي لهذا المؤلف. هذه الجودة التي تفسر بشيئين اثنين، أولا أن اللجنة العلمية التي كانت مسؤولة عن إشراف العلمي لخروج هذا المولود إلى الساحة كانت تسهر على أن يكون المضمون العلمي المقالات التي يحتويها المؤلف في مقام تكريم الأستاذة الجليلة رشيدة نافع التي لها بصمات واضحة على مستوى التكوين الجغرافي للجامعة المغربية وكذلك على مستوى البحث الجغرافي في المغرب. لذلك كان عندي حرص شديد أن يكون المؤلف في شكل مضمون في مستوى من الجودة. والشيء الثاني الذي يفسر جودة هذا المضمون هو استجابة العديد من الجغرافيين المتميزين على الساحة الوطنية في مختلف الجامعات المغربية بدون تردد، وكذلك بأنهم بعثوا بأعمال نحن الآن بصدد تقديمها من جودة بمكان وتتضمن نتائج علمية دقيقة على مستوى البحث الجغرافي. لذلك سأحاول بداية أن أقدم المضمون الجانب الخاص بمواضيع التي تناول هذا المؤلف في مواضيع الجغرافيا الطبيعية، فهي تتشكل من 22 مقالا موزعة على المواضيع التالية: تدبير الموارد المائية موضوع أول، موضوع ثاني دينامية الساحل بمختلف إشكاليات التي ستعرض بعد قليل، كذلك الموضوع الثالث هو دور شيما فروسيا في فهم البيئات القديمة خلال الرباعي، الموضوع الرابع نمذجة مظاهر أشكال التعلية، ثم الموضوع الخامس الحركات الكتلية وحركات كل ما يتعلق بالأخطاء الطبيعية، الموضوع السادس هو موضوع يتعلق بالأحواض النهرية، الموضوع السابع موضوع يتعلق بموضوع المناخ، ثم موضوع الثامن يعني يتعلق بديناميكية الأسر الغابوية، وأخيرا موضوع يتعلق بالمكون البيئي. إذا كما تلاحظون في هذه عناصر وهذه المواضيع هي تشمل كل اهتمامات الجغرافيا الطبيعية، وهي مواضيع كذلك ذات بعد من خاصة من حيث الإنتاج ومن حيث المقالات ومن حيث المضامين ذات أكثر بعد تطبيقي كما سبق لزميلتي أن قدمت سابقا، ولها فائدة علمية دقيقة بحيث أنها تتكون من نتائج وتضمن نتائج أبحاث يعني على قيد الدراسة وأجريت سابقا. فعندما أحاول أستعرض الآن هذه المضامين بشكل أو بآخر، يتعلق الموضوع الأول فيما يتعلق بالموارد المائية. الموارد المائية كان المضمون والعلمي لهذه المقالات يحاول أن يرصد إلى جانب التدبير لا على المستوى المستهلك وعلى المستوى كذلك الإدارة المختلفة المشرفة. وركز كذلك هذه المقالة على أن يكون التدبير مستوحى من ثقافة المغاربة الذين عندهم ثقافة جيدة على مستوى تدبير الموارد المائية خاصة في المجال الجافة تحس بندرة الماء وتعطيه قيمة وجودة يعني على مستوى التدبير. الموضوع الثاني كذلك ذا الأهمية هو موضوع الساحل، حيث تضمن أربع مقالات، وهذا الساحل يعني يتقاسمه موضوعان مهمان جدا، كل ما يتعلق بتراجع خط الساحل، ومعلوم أن هذه الأهمية ذات مهمة جدا في الاهتمام الجغرافيين بالمجالات الساحلية
نظرا لتحولات الحالية على مستوى تراجع التغيرات المناخية، وكذلك على مستوى ما يطرأ لهذه المجالات الساحلية من تجهيزات ومن تدخلات تغير من الدينامية الطبيعية وتؤثر على مستوى تراجع الخسائر في مناطق متعددة من المغرب. كذلك الساحل تم الاهتمام به على مستوى كمجال ساحلي ضيق، ولكن ذات تركز بشري مهم أصبح يتدخل في الديناميات الحالية اللي متعددة، كانت بحرية وقارية وفيها هذا النوع من التداخلات ونوع من يعطينا نوع من الهشاشة. هذه المواضيع كلها تراوحت بين هذا الشقين. الموضوع الثالث كذلك للاهتمام في هذا المؤلف يتعلق بما يتعلق بموضوع المنتجات التعليم، والأساس هو أن مظاهر التعليم وديناميات السطح الحالي هي شيء عادي في مجالات الجاف والجافة النموذج الذي يمثل النموذج المغربي. إنما جغرافي يحاول من خلال المقالة التي تم تقديمها في هذا العمل أن يرصد من خلال التوزيع المجالي، وأن يرصد كذلك من حيث التكميل والقياس والتتبع. وفي هذا دراسات علمية دقيقة تساعد على ضبط الحالة الحالية وكذلك ضبط الحالة المستقبلية لديناميات السطح في مجالات متعددة من المغرب. أما فيما يتعلق بموضوع حواد الصرف، إذا حواد الصرف تعلمون أنها تتعلق بالمحاور المائية والجري المائي، وهي دراسات تتأرجح بين ما يسمى بالجانب الهيدرولوجي المحيط، أي دراسة عملية الفيض ومحاولة تتبعها وتوقيتها الزمني والمكاني وتأثيراتها كذلك على المستوى الطبيعي وكذلك على المستوى البشري. ثم الجانب الثاني في حواد الصرف يعني دراسة ما يسمى من خلال كيف يمكن أن نستخرج مظاهر الجفاف ومظاهر قلة الموارد المائية من خلال الدراسة القياسية، ولكن مع الأحيان هذه المقالة تتعرض لمسألة منهجية هي قلة محطة القياس، فيتم اللجوء آنذاك كما وضحت في المقالة إلى دراسة التشكيلات النباتية ودلالتها على هذا الجانب فيما يتعلق بتراجع قلة الموارد المائية. جاب كذلك ما يتعلق بموضوع مهم جدا ويتعلق بالمناخ. والمناخ من الأكيد أن المقالات تتجه حاليا إلى الإشكالية الأساسية التي تتعلق بالتغيرات المناخية. وهذه أحد هذه المقالات يطرح فكرة أن المغرب الآن هو جزء لا يتجزأ وداخل في المواثيق الدولية، وبالتالي فهو مطالب بأن يكون على مستوى التتبع يعني إنجاز دراسة دينامية المناخ الحالي، وكذلك إعطاء الحالات التي تتم مساهمة سواء في إطار رطوبة أو في إطار جفاف، وكذلك التدابير المتخذة على مستوى الدولة وكذلك الجهات المسؤولة فيما يتعلق بحماية الأفراد والجماعات من هذه التغيرات المناخية. وأخيراً دراسة الأوساط الغابوية أحد عناصر مهمة جداً باعتبار حساسية هذا الموضوع في منطقة مثل المغرب التي يتميز بالغطاء النباتي اولا بوفرته وتنوعه، ولكن بصعوبه تجدده نظرا لكما نقول لعنف المناخ خاصه فيما يتعلق بتردد السنوات الجفاف. هذه الدراسات بينت مختلف الديناميات لا على مستوى التجدد وكذلك لا على مستوى التقنيات في دراسه مختلف هذه الاسر الطبيعيه الغابويه. اخيرا موضوع ما يتعلق بموضوع البيئه، هذا موضوع البيئه شكل فيه الباحثين الذين قدموا اعمالهم اشكاليتين. هو ان التراجع الان هناك تراجع في التراث البيئي على مستوى كثير من مناطق المغرب، وهو تراجع احيانا يكون طبيعيا يعني نتيجه لما يسمى بفهم التصحر وتردد الجفاف ويؤدي الى تدهور كثير من العناصر الطبيعيه البشريه. وثانيا مقالات اخرى تؤكد على ان التمديد والتوسع الحضري جزء لا يتجزا من الاسباب الكامله وراء هذه العمليه ديال تراجع مكونات التراث الطبيعي البيئي المغربي. اذا اخيرا اود ان اؤكد ان مضمون هذا المؤلف هو كما قدمت حاليا يعني فلسفه من الجغرافيا الطبيعيه تتناول كل مواضيع الجيومورفولوجيا او الهيدرولوجيا وبيوجغرافيا وكذلك تتعلق بالمناخ. اذا القارئ سيجد ضربته على كل المواضيع البحث التي يتناولها حاليا البحث الجغرافي. وشكرا.
شكرا استاذ مصطفى على هذا العرض القيم والذي سيفتح شهيه القراء فيما يتعلق بالمجالات الطبيعيه بالنسبه للمغرب والتي تناولها من خلال المواضيع والمناهج والنتائج التي توصل اليها اصحاب المقالات المتنوعه والمتعدده المتضمنه في اروقه هذا الكتاب. نمر مباشره الى الزميل الاستاذ محمد انفلوس ليعطينا نظره حول ما كتب في هذا المؤلف عن الجانب البشري. شكرا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. سعيد جدا ان اساهم في هذه الجلسه لتقديم كتاب المجال التراب والمجتمع بالمغرب احتفاء بزميلتنا الفاضله الاستاذه المحترمه رشيده نافع. هذا الكتاب الذي اصدرته كليه الاداب والعلوم الانسانيه بتعاون مع مختبر دينامية المجالات والمجتمعات. طبعا توقيع ل 56 مقالة من بينها 22 مقالة موقعة من لدن أعضاء دائمين في بنية البحث المختبر دينامية المجالات والمجتمعات. كما أن المحتفى بها أستاذة الدكتورة رشيدة نفع ساهمت في هذا المؤلف وهي عضوة متميزة ومؤسسة لصيرورة المختبرات داخل هذه الكلية منذ نشأتها إلى الآن. مساهمتها بخمس مقالات، مقالة مستقلة وأربع مقالات مشتركة. من جانبي سأحاول أن أتطرق إلى أقول بعض محتويات الكتاب لأن غزارة لإنتاج وكثافة المعطيات والمحاور التي طرحها هذا المؤلف هي تدخل في مسارات حيوية أساسية في البحث الجغرافي وفي الدراسات الأكاديمية العصرية والاتجاهات الحديثة في ميدان البحث الجغرافي. سأتطرق إلى المحور الثاني أو إلى قراءة حول التقاطعات العرضانية للمواضيع التي شملها هذا المحور والمشتركة التي لامستها المقالات والمهتمة بالطبع بالجانب البشري حيث نجدها تلتقي حول تسعة عناصر. العنصر الأول الانعكاسات البيئية لدينامية التحولات المجالية والاجتماعية على الأنظمة الريفية. العنصر الثاني قضايا التوسع العمراني، إعادة تشكيل تراب المدن والقضايا البيئية المترتبة عن التوسع الحضري. ثالثا آثار التغيرات العامة على المنظومات البشرية. رابعا نموذج التمدين الحالي في المغرب، الاختلالات ومستلزمات التخطيط الحضري واعداد التراث. وساتطرق الى هذه النقطه الرابعه بنوع من التفصيل في نهايه تدخلي كمثال او كنموذج. خامسا الرهانات الكبرى لاستعمال الاراضي بالمناطق الحضريه واللي حضريه. سادسا اشكاليه الحكامه التسويق الترابي والتنمية المحلية والجهوية المستدامة. سابعا الأبعاد الجغرافية والجيوستراتيجية الجديدة لحركية السكان والهجرات ودينامية المجال. ثامنا مقاربة النوع في الدراسات الجغرافية المعاصرة والدراسات السوسيولوجية، وهذا جانب يحسب للأستاذة في مسارها المهني من حيث مقاربة النوع في جميع الكتابات وفي جميع مشاريع البحث التي أشرفت عليها والتي طورتها مع الطلبة وفي إطار مركز الدراسات في الدكتوراه. تاسعا أدوات الجغرافية والاستعمال المتطور لتقنيات العمل الكارتوغرافي واستغلال المعطيات الكمية وتوظيف تلك المعطيات المعقدة لنظم معلومات الجغرافية والاستشعار عن المحيط.
من خلال هذا العرض سوف أقدم بعض الخلاصات قبل أن أتطرق إلى المثال الحي لأنه قد يطول، وبالتالي سأوقف العداد عند استنفاد الوقت الزمني المخصص. سأقدم بعض الخلاصات، بعض الخلاصات من خلال قراءتنا لمقالات المؤلف وخاصة المحور الثاني والثالث إلى بعض الملاحظات النوعية. الملاحظة الأولى وهي ست ملاحظات. الملاحظة الأولى تأكيد بعض مسارات الأبحاث الجغرافية الحديثة على مستوى المقاربات ومناهج دراسة الديناميات والدراسات التطورية التي رصدت مختلف التحولات والتغييرات التي تشهدها مختلف الظواهر الطبيعية والبشرية. ثانياً بروز بعض معاكس اهتمام جديدة للباحثين الجغرافيين حول بعض الظواهر المرتبطة بآثار التغيرات البيئية العامة والتغيرات المناخية وانعكاساتها على المنظومات الطبيعية والبشرية، خاصة تلك التي تتعلق بالإجابة على مجموعة من القضايا المجتمعية والتنموية المعاصرة. ثالثا المستوى الأكاديمي الجيد والوجيه الذي برزت به بعض الدراسات من حيث جوانبها التطبيقية لتقدير المخاطر بتوظيف تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد. رابعا الإسهام المنهجي القيم من حيث أن جميع الدراسات التي تناولت مواضيع ذات أبعاد كونية كبيرة اعتمدت على مقاربة منهجية دقيقة للظواهر مبنية على دراسة المؤشرات والقياسات الوجيهة والمعتمدة في أحدث الدراسات الجغرافية على الصعيد العالمي، بل إن بعضها حاول بسط بعض العناصر الأولية للنبذجة الرقمية لتقدير المخاطر. خامسا الانفتاح الكبير على العديد من التخصصات العلمية والحقول المعرفية والمناهج الحديثة، خاصة في علوم البيئة والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأنثروبولوجيا، وكذلك أحيانا العلوم الطبية والوبائيات أو علم الأوبئة. سادسا يضم نشر هذه الأعمال إنجازا علميا سيكون مرجعا للباحثين والمهتمين والطلبة ومختلف الفاعلين. واحد ثلاثة دقائق سوف أحاول أن أقدم مثال عن الدراسات الحضرية مثلا التي جاءت فيها ثلاثة مقالات محورية تناولت عدة مؤشرات من بينها الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في اختلال التوازن بين النمو الحضري وتنمية القدرات الإنتاجية للمدن وتوسع الاقتصاد غير المهيكل وتغير في القيم والروابط الاجتماعية، كذلك تفكك التماسك الاجتماعي والمجالي الذي يواكب ظاهرة التمدد الحضري، لأن تفكك الوحدة الحضرية يعزز الإقصاء الاجتماعي وانتشار ظاهرة السكن غير المهيكل والعجز في البنيات التحتية العامة والتجهيزات العمومية وخدمات القرب، ويتم التعبير عن العلاقات غير المتوازنة بين المركز والمحيط بشكل أساسي بسبب صعوبات حركة التنقل والمواصلات. ثم إن أدوات التخطيط الحضري غالبا ما تكون متجاوزة وغير منسجمة مع الواقع نظرا لعدم ملائمة الرؤى والمقاييس، وحقيقة التخطيط الحضري الاستدراكي بدلا من التخطيط الحضري الاستشرافي. يضاف إلى كل هذا تعدد كبير للمتدخلين وتداخل الاختصاصات، بل حتى الالتباس في صلاحيات الفاعلين الترابيين، مما يزيد من حدة أزمة الحكامة التي تعاني منها بعض المدن المغربية.
إن لم تكن معظمها. أكتفي بهذا القدر وأشكركم جميعا. الكتاب رغم إشارة الجمهور العريض وعرف إقبالا كبيرا منقطع النظير، ونفكر في استنساخ أعداد جديدة منه. أترك لكم كلمة شكرا. شكرا صديق الزميل الأستاذ أنا فلوس على هذا الشق التالي من هذا المؤلف والذي يتعلق بالجانب البشري بجميع فروعه الحضرية والبشرية والريفية، والذي من خلاله سلط الضوء على ما يتعلق بالإشكاليات الحضرية والتخطيط الحضري والرهانات المرتبطة بالصناعة السكنية بشكل عام. نضيف أيضا بأن هذا المؤلف هو الآن في بوابة المؤسسة ومتاح للجميع عبر صيغته الإلكترونية، لأننا استمدنا الصيغة الورقية. وأنا أشاطر أستاذ أنفلوس بأننا علينا وعلى المؤسسة أن تجدد طبعات ثانية نظرا لإلحاقية الطلب وتعدد الطلبات عليه من داخل المغرب أو خارجه. في ختام هذه الجلسة نعطي الكلمة للمحتفل بها ونرجو منها أن تقدم لنا بصيغة أخرى هذا المؤلف، ولا تكتفي بالشكر فقط وتنسحب من الجلسة. شكرا لك سيد الرئيس سي محمد أزهر. في الحقيقة أني شديدة الفخر والاعتزاز أن أوجد اليوم إلى جانبكم أعضاء لجنة تنسيق هذا الكتاب الرائع والهام جدا، الأستاذ أسماء بوعينات، الأستاذ محمد أنفلوس، الأستاذ مصطفى ودريم، السيد العميد عبد الحميد بن الفرو، وبتنسيق الأستاذ أزهار كما رأيته من مرة يهاتف ذلك وذاك لكي بالصرامة اللازمة لكي يلتزم كل المؤلفين في الوقت. وأتذكر له هذا العمل ولكافة أعضاء هذه اللجنة الموقرة الأستاذ محمد الفلوس على دعمه المادي والمعنوي كمدير لمختبر الهداس، أيضا كان من دوائر الفخر والاعتزاز. اعتزازي أيضا بمختلف الباحثين في والأساتذة الباحثين في الجغرافيا من مختلف بقاع المغرب وجهات المغرب الذين احتفلوا بتكريمي بطريقة مبتكرة ورائعة تتمثل في تقديم مؤلف جماعي يتناول قضايا هامة ووجيهة في الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والفكر والسياسة والأدب، هدية لي وتعبير عن التقدير والاعتراف وما أحوجنا في مؤسستنا لهذا التقدير وهذا الاعتراف بمسيرة علمية وإدارية امتدت لسنوات طويلة. وأفضل تكريم لأي شخص يمكن أن يقدم له هو أن يقدم في شكل هذا المؤلف الذي يؤرخ ويوثق ويخلد هذا التكريم. أن يأخذ أكثر من 110 مشارك في المؤلف ومشاركة من وقتهم لتأليف أكثر من 60 مقالا تمثل أحدث إنجازاتهم العلمية كل في ميدان اختصاصه، فهذا لعمري تعبير منهم عن سمو أخلاقي وأكاديمي رقي لن أنساه مهيد. لم يكن لهذا الكتاب أن يتم بسرعة وفي أبهى حلة وبالصرامة اللازمة في التتبع الصحيح كما أشار زميلي صديقي الأستاذ مصطفى ودريم، لولا وجود لجنة علمية تكون من 40 أستاذا من مختلف جامعات البلاد والمشهود لهم بالقدرة وبالتجربة، ولجنة أعضاء التنسيق التي ترأسها سيد العميد وكان
المايسترو ديالها هو الاستاذ محمد الازهر، لكي في الاخير تصل الى هذه النتيجه الرائعه والمشرفه. لا انسى لجنه تقنيه اخرى، الاستاذ محمد اياد، الاستاذ الدغسي، السراجي، الاستاذه العميه، نائبي العميد المحترمين، كل هؤلاء كان لهم دور في بروزها. شكرا لكم جميعا انتم الحاضرون وايضا الذين شاركوا، قلت 110 مشارك. شكرا لكم بعدد كل حرف وكل جمله وكل سطر وكل فكره الفتموها نابعا من العمل الميداني والمخبري والاحصائي والخرائطي والوثائقي والتحليلي. لم يغلب طابع المجامله في قبول المقالات، بل كانت هناك لجنه كما قلت تتتبع. ومرجع الآن بين أيدينا ذو أهمية بالغة جعل الإقبال والطلب عليه. كل المقالات رائعة ولازلت أتمتع بقراءتها، لكن المقال الذي كتبه أستاذي ومعلمي الأستاذ عبد الله العوينة والذي أرخى لمسيرتي لمدة 30 أو 25 سنة جعلتني أزداد فخرا، لأن قلما أن يقوم الأستاذ بهذا النوع من العمل، ولولا أن كان مرتاحا لعملي وكان راضيا عنه لما قام بذلك فأنا أعرفه جيدا، فله مني جزيل الشكر والتقدير وأطال الله عمره. أهمية هذا المؤلف أنه غطى غالبية جهات المؤلف الـ 12 على سبيل المثال جهة الرباط قنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة الأطلس الكبير من شرقها إلى غربها، سلسلة جبال الريف من شرقها إلى غربها، منطقة الجديدة دكالة بدراسات ريفية وهيدرولوجية، منطقة سوس، مجال الأركان، الشوية العليا والشوية السفلى، الريف الغربي، عالية أم الربيع، واحة ذات سوات ودغا، الهضبة الوسطى وأقاليمنا الجنوبية. إذن كله يدل على أن الأهمية تزداد أيضا بحكم أنه يغطي أغلبية التراب المغربي. شمل الكتاب مواضيع في غاية الأهمية كما قلت، وقدم نتائج ميدانية وتحليلية جديدة وحديثة على مستوى الساحل، على مستوى التعلية المالية، على مستوى الأحواض المالية، على مستوى الغابات، على مستوى السياحة، على مستوى الجانب الحضري ذكره الأستاذ محمد الفلوس، ومن النوع الرفيع في السياحة الثقافية، بل قدمت اكتشافات أركولوجية شرف عليها الأستاذ الزبير ومن مساهمة من فريق كنت من بيني جديدة هي مبثوثة في هذا الكتاب. هناك ايضا دراسات للتراث المادي والمادي ودراسات في تقاطع الحضارات لا سيما الحضارات الغربيه والحضارات العربيه في ادب الرحلات في السياسه في الانتاج الادبي. كل هذا لا يسعني الا ان اشكر كل من وقف عليه، وكل الشكر والتقدير لشعبه الجغرافيه للكليه قبل كل شيء ولشعبه الجغرافيه والمختبر لاديف الذي يديره الاستاذ محمد انفلوس. وفي مسك الختام أقدم كامل شكري للسيدة عواطف حية رئيسة الجامعة التي أصرت على تقديم هذا الكتاب الهدية في بداية أيام تعيينها. وفي النهاية أشكر الأستاذ السيد العميد الأستاذ عبد الحميد بن فاروق على كرمه وعلى حسن مساندته لهذا العمل والإشراف عليه إلى أن رأى النور. هو موجود بصيغته الرقمية على الإنترنت، ونتمنى أن يكون أيضا على الصيغة الورقية حتى يبقى أيضا مخلدا في مكتبتنا. لكم جزيل الشكر السيد الرئيس والإخوة الأعضاء وتحياتي للجميع وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذة رشيدة نفع، وحسنا كان قوي لأنها زادت تعريفا لهذا المؤلف بطريقتها الخاصة والمعهودة والتي حاولت من خلالها أن تضيف أشياء نقولها نحن في هذه الجلسة.
شكرا جزيلا للجميع للحضور بالتعريف بهذا المؤلف وبتوضيحه وقراءته قراءة ثانية، ونضرب لكم موعدا في القادم من المؤلفات إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.